عبد العظيم ينقلها الى علي عمر، علي عمر الى عبد العظيم يشوت جول جول 47 الهدف الثالث للنادي العربي، الهدف الثالث للنادي العربي، يسجل هدفين، يسجل شوف 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 عبد العظيم الشورى، والهدف الثالث للعربي والثاني له، الثالث للعربي والثاني لعبد العظيم. شوف اللعبة على طول بينية، هات وخذ، ما فيها شيء، في مدافع ورا، لعبة على طول هي مقطوعة من بدر الدريع. علي عمر، علي عمر لعب له كرة سريعة، اللعب توصل للفلشاوي، هيئها لعلي عمر، وعلي عمر شايف جول، جول علي عمر يسجل الهدف. نص الملعب وتوصل مرة ثانية علي عمر يلعبها في مكان وانفراد الآن، وما زالت الكرة ويلعب و ضربة جزاء، ضربة علي عمر يحاول من العربي، وال 45 دقيقة طبعا من زمن الشوط الثاني 20 ما في في الدوري الكويتي كرة ملعوبة 20، فإذا 26 ما في في الدوري الكويتي كرة ملعوبة، إذا 26 ما في في حاول يمر واستبسال دفاعي واضح وقوي من اليمين، علي عمر حاول يمر غير لعب الآن جهة اليمين، علي عمر حاول يمر واستبسال دفاعي واضح، كرة معه تقدم علي، شايف مالك القلاف بالفعل بالكرة حلوة ملعوبة، مالك القلاف ويسجل وتطلع ويصيدها حارس المرمى، برافو حلوة منك علي عمر اللي قلت لك كرة حلوة بعد ما بيهمنا لأي فريق ولا أي نادي، نريد لاعبين جيدين، نريد نجوم، نريد إبداع من اللاعبين بالمرمى، حلو يا حارس يا صالح تونا، بيد العربي، بيد العربي والجمهور، شوف أعطاه فرصة حكم مباراة حلوة ملعوبة، منصور باشا عدت ولعبها على طول، يا شيل العربي علي عمر، علي العربي علي عمر، علي عمر علي عمر في اليمين العربي، علي هيئها شايد، لكن توصل 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 علي عمر، علي عمر يلعبها الى كرة ملعوبة، الله علي عمر يلعبها الى كرة ملعوبة، الله الرابعة للعربي، ترجيحين رابعة، شوت جول، كانت خلاص الرابعة والأخيرة للعربي، وبذلك تأهل العربي بالترجيحية إلى المباراة النهائية، ليلتقي هذه إعادة مرة ثانية لكرة علي عمر اللي كان أمل العربي حصلها، يلعبها إلى علي عمر، علي عمر الكرة معاي حاوي ولف جسم، علي عمر الكرة معاي حاوي ولف جسمه مرة ثانية يعليها علي عمر تبور نما برافو، الكرة ملعوبة الآن كرة ملعوبة الآن انطلاقا لعلي عمر، علي عمر يحاول يمر من فلاح فرحان،